مرحبا بكم، أنا سامح عبدو وهذا بودكاست لحظة لطيفة. بودكاست تم إنشاؤه بواسطة المنتج التنفيذي بروسوين ماكلين، حيث نشارك معكم 60 ثانية من الإلهام لمساعدتكم في إنشاء عالم أطيب وألطف أسرع من سرعة حسرة القلب. نؤمن أن اللطف يحتاج إلى أن يكون الفكرة العزيزة الأولى في عالم اليوم، لذلك أنشأنا عرضا يضيف قطرة حلوة من الخير إلى محيط حياتك كل يوم. استمتعوا بلحظاتكم. البؤس بطبيعته مرحلة عابرة من الحزن، مرحلة لا تستمر بدون دعوة. يبدو أن فترات إقامتها جزء من المناهج الدراسية المطلوبة في الحياة، ربما لأن البؤس يمنحنا التعاطف والرحمة. سارة بان بريثنش. غالبا ما يتضمن منهج الحياة الحزن، يمكن لأي خسارة أن تحدث تلك التجربة، فكلما كانت الجائزة أغلى زاد الحزن العميق. ومع ذلك فإن التحدي المتمثل في المعاناة يوفر حتما فرصا للنمو. نطاق الأحزان يربطنا بالتجربة الإنسانية المشتركة، يمكننا أن ننضم بشكل ملموس إلى الجنس البشري، التجربة العميقة للوحدة. كلمة طيبة تزرع في بذرة المعاناة الإنسانية. شكرا لانضمامكم لنا، نراكم في المرة القادمة. لتحصلوا على القليل من الاتصال، ابتسامة داخلية صغيرة ووجبة مليئة بالأمل. أراكم لاحقاً.